السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: حملة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين في سجون العراق. تستمر المطالبات العراقية على نطاق واسع بالإفراج عن المعتقلين في السجون الحكومية والميليشياوية في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد والخوف من أن يطال الفيروس معتقلات السلطة، والذي قد يسبب كارثة إنسانية كبيرة، وذلك نظرا لغياب المقومات الصحية والإنسانية عن هذه المعتقلات واكتظاظها بالمعتقلين، مما يجعل من السهل تفشي الفيروس داخلها. هذه المطالبات حتى اللحظة لم تجد من يصغي لها من أحزاب السلطة الحاكمة، والتي بسببها وبسبب تواطؤ مطبقي القانون معها في ملء السجون بالأبرياء. وبالتالي أطلق ناشطون وصحفيون وعاملون في مجال حقوق الإنسان حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان أنقذوا المعتقلين والمغيبين. مشاهدينا الكرام، الموضوع لهذه الحلقة سيكون عن المعتقلين والمغيبين في سجون السلطة والمطالبات بإطلاق سراحهم. بإمكانكم أن تشاركونا من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية. فاصل ونعود. في المفقودين من الولد أخذ أمري منا من جماعة البعكاء شيء من نانا، وحيث لا حول ولا قوة، 15 نفر برقبتي، 15 نفر برقبتي، شو تحافظوني لا تحافظوني، تحافظوني شعراتهم شو تحافظوني، لا تنطلي من قبلي لا تحافظوني من ولدي، وظلت أسد ليهم، أنا من حسن من كلمة لهم، هاي 5 سنين هاي ضحك عليهم، بعيد الله ما حد يا وحايتني، الله أكبر يا ربي. تتحافظوني تطول مليون والله ما تحافظوني، تطول 10 ملايين ما تحافظوني، كلمة لهم تدرون الكبرى، كلمة غير 5 سنين ما سمعت كلمة لهم، كلمة غير 5 سنين ما سمعت كلمة لهم. طالب الخيرين اللي يشوفون معاناتنا، يشوفون حالاتنا، هاي النساء اللي مرضى اللي ما عندها كل شيء، يعني تتحسر الدحق على جهالها يتباشون كل شيء ما عندهم. نطالب الخيرين، نطالب يعني يشوفوننا مشروع، يعني العالم تستفاد من عنده بالمنطقه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن كما قلنا في بداية الحلقة، اليوم الموضوع عن المعتقلين والمغيبين والحملة التي أطلقها ناشطون وعاملون في مجال حقوق الإنسان وصحفيون بعنوان أنقذوا المعتقلين والمغيبين. هذا هاشتاغ أو اسم منتشر الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، بإمكانكم أن تتفاعلوا من خلاله وتساهموا في نشره أكثر وفي المشاركة، لكي تصل هذه الرسالة إلى الجميع في العالم بأن هناك معاناة كبيرة في ملف المعتقلين وفي ملف المغيبين داخل العراق، داخل سجون ومعتقلات السلطة، وكذلك داخل سجون ومعتقلات الميليشيات. طبعا نذكر مشاهدينا الكرام أن تقرير للمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال إنه حصل على معلومات بشأن مقتل 6 معتقلين على يد ميليشيات دخلت معتقل آمرلي قبل إطلاق سراح المعتقلين 6 بيومين. سنذكر لحضراتكم الأسماء التي نشرها المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب للمعتقلين 6 الذين تم اغتيالهم على يد الميليشيات داخل معتقل آمرلي. أسماءهم: محمد زيدان فاضل، وأحمد حمدان حسين، وعبد الله بلباس شهاب، وصباح كريم جاسم، وبدر حسين خضير، وياسر محمد علي. هذه الأسماء للمعتقلين 6 الذين تم اغتيالهم على يد الميليشيات داخل معتقل آمرلي. السؤال: كيف استطاعت الميليشيات أن تدخل إلى معتقل آمرلي وتقوم باغتيال المعتقلين في داخله وهم على وشك إطلاق سراحهم قبل يومين من عملية إطلاق سراحهم؟ كيف سمحت القوات الحكومية بأن تدخل الميليشيات وتغتال المعتقلين؟ أين كانت وماذا فعلت القوات الحكومية المسؤولة عن تأمين حماية المعتقلات والسجون والمشرفة عليها بالتالي؟ كيف سمحت لميليشيات أن تدخل إلى معتقل وتقوم بتنفيذ عملية إعدام واضحة باغتيال المعتقلين داخل معتقل آمرلي وتخرج بسلام دون أي مشاكل؟
لماذا يحدث هذا الموضوع في العراق؟ أين القانون في حماية المعتقلين من بطش الميليشيات؟ تذكرون أوس الخفاجي عندما هدد باقتحام سجن الحوت في الناصرية إذا لم ينفذ رئيس الجمهورية حكم الإعدام بحقهم، وكان يقف بجانب قيادات عسكرية وهو زعيم ميليشيا، ومع هذا استطاع أن يهدد أمام وسائل الإعلام بكل أريحية، وفعلا تم تنفيذ حكم الإعدام بعدد من المعتقلين في سجن الحوت في الناصرية. من معنا الآن؟ السيدة أم أحمد من الموصل، تفضلي. أحكي يا أخويا. أم أحمد. سيدة أم أحمد تسمعيني؟ أم أحمد تفضلي. أتفضل. أستاذ الله يخليك، أنا عندي معتقلين اثنين. نعم. معتقلين، واحد حكموه 20 سنة وواحد 15 من التعذيب، اعترف على نفسه. وحتى بنا حارقينه ومعذبينه تعذيب ماكو هيجي، يا ما تقول داعش يا ما نقول لك خلاص. نعم. وخطية معترف على نفسه وكل شيء ما عنده ولا ينتمي شيء. نعم. تسمع أستاذ؟ اي أم أحمد. والآخر خمي أنا، نعم. كملي يا أم أحمد، خلي أسمع موضوعك، كملي. والآخر خمي أنا شالوه مني أنا أم أخر. نعم. أو مسكين وتقارير طبية عنده، خلاني أسع أخوه واحد خذل بس بالبيت هنا، وهذاك الأخر أمي أنا كانوا في جيل وما يعرف، حتى بالمدارس ما قبلوهم، يعني نعم. بالمدارس ما قبلوهم، يعني هالسبع سنين صاروا أخليهم ينتمون من داعي. نعم. المحيط خلوص أخلصت، أنطالب بالعفو العام، أنطالب إفراج هاي الناس المظلومة بالسجونات. يعني وين اكوش؟ وين اكو حكم هيكي؟ نعم. وين اكو حكم 25 و20؟ زين هاي الطفال ما انتمت لها طريق ولا راحت ولا جتها، ليش هيكي هالظلم هذا؟ نعم. أم أحمد ولدك معتقلين عدمن، ولدك معتقلين عدياجهه. عارف أتع واحد هاي صار لي سنتين انا ما شفته، ما عارف وين ودوه وين قفلوه، ما ندري فيه. أم أحمد يعني واحد اسمعيني، هذا بال20 ما ندري فيه وين ودوه. نعم. وانطالب بشيوخ العشائر، يا اهل النخوه يا اهل الشيمه، انطالب بن محمد الحربوسي، انطالب اهل النخوه واهل الشيمه واهل العقل، وينهم؟ خلي يشوفون ويدعون على حال المزاجين. نعم. خلي يدعون على هذول المظلومين، ترى رحنا انتهينا، احنا اهل الوصل رحنا، مقصوده على الشباب هذه. ليش؟ من التعذيب ومن التعذيب يعترفون على انفسهم، يا ما نقتلكم يا ما تقولون دواعش احنا. زين هذول ايش كان خطيئه يحشون من التعذيب؟ واحد يحرقون بالنار. نعم. نعم. الناس يا عسل وينكم الطاقة العام هاي المساجين؟ شلون العالم صارت؟ وين وصلت العالم والعراق راح انتهى؟ زين انتم ما تقولوا لهم على السجونات انفرشت؟ ان جان خبوط بين النبي وعشان طلعت هاي الطاري. راحت هاي الشباب كيتي معقوله؟ منين قبضتوا داعش؟ منين قبضتوا سخامي؟ ولا قلتوا له انت على قوه. أنا أشكرك يا أم أحمد، أكتفي وياك بهذا القدر من الموصل، شكرا للمشاركة، وضحت الفكرة، وصلت الرسالة إن شاء الله. حميد من صلاح الدين، تفضل يا حميد. حميد. السلام عليكم. موجود. نعم السيد حميد من صلاح السلام الدين. عليكم. إي نعم موجود. تفضل يا حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي العزيز؟ الحمد لله بخير، تفضل حياك الله، الله يسلمك. أخي أنا والدي تاريخ 2016 شهر الثامن يوم 5 بالشهر انفقد، ولحد الآن ما نعرف عنه كل شيء. شلون انفقد يعني يا حميد؟ أستاذ انفقد، عدنا تم قضاء الشرقاط، أطلعنا باتجاه القوات الأمنية وانفقد بمنطقة الأسمدة. باتجاه القوات الأمنية وانفقد؟ أي نعم. ما سألتوا القوات الأمنية عليه؟ ما كلفتوا الحكومة أنه هي تدور عليه تبحث عنه؟ اسألنا
كل مكان، ناس تقول بالمطار، ناس تقول بالناصرية، وما داعنا أعرف. يعني هو انفقد لو اعتقلوه، يعني بس حتى نفهم، تم اعتقال على يد القوات الحكومية وموضوع بأحد المعتقلات هو حاليا؟ قوات مجهولة، جهة طيب. مجهولة اللي أخذتها ما نعرف منه. نعم. أي نعم. وشنو الرد اللي يعطوكم إياه الجهات الحكومية؟ شو يقولوا لكم تسألون عن أبوك؟ ماكو يا نوبا، يقولون مثلا نروح على بغداد، رحنا قالوا بالناصرية، تكلفنا يعني جماعة بالناصرية يقولون ببغداد وما عم نفتحن. نعم نعم يا حميد. وما عنا نعرف الباقي، هم من يطلعوا من المعتقلين وما عنا نعرف يعني وين نروح وين نجي. ويعني احنا نطالب الحكومة العراقية تقترحهم، لأن والله ما عندهم شيء. نعم، أنا أشكرك يا حميد، وأتمنى رسالتك وصوتك يوصل للمسؤولين، لمن يهمه الأمر، للجهات الدولية. أن تسمعون مشاهدينا الكرام ومن يسمع من المسؤولين أو من أي جهة دولية تشاهد وتسمع هذه الأصوات، هناك الكثير من الأبرياء أخذوا بدوافع طائفية، وأخذوا بدوافع ربما عملية ابتزاز أو بوشاية من مخبر سري أو بدافع انتقامي وغيرها من دوافع كثيرة، يخفى على أثرها كثير من رجال وشباب العراق، تلصق بهم أي تهمة تحت التعذيب، تحت وطأة التعذيب، ويودعون في السجون والمعتقلات لفترة طويلة ولا يعلم ذوهم أين هم. هكذا يحدث في العراق مشاهدينا الكرام. طيب، إذن الناشطون والصحفيون والعاملون في مجال حقوق الإنسان، نذكر، أطلقوا حملة أنقذوا المعتقلين والمغيبين، واسم وهاشتاج منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بإمكانكم أن تتفاعلوا من خلاله وتساهموا في نشره وتفعيله وتكثيفه، لعل وعسى يصل إلى من يهمه الأمر ويكون هو مؤثر أو فيه درجة من التأثير، ليحرج مسؤولين ربما أو ليضغط قليلا على المجتمع الدولي لكي يتدخل في الضغط على السلطة الحاكمة بمعرفة مصير الكثير من المعتقلين والمغيبين، وكذلك المساهمة ربما في إطلاق سراحهم. هكذا يعول كثيرون على هذا الوسم أو على هذه المحاولات بشكل عام من أجل أن توصل الرسالة إلى الجميع. نقرأ بعض الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام على موقع على صفحة القناة في الواتساب، وبإمكانكم أن تشاركوا من خلاله بإرسال رسائلكم النصية. طيب، أريام من الأردن. نعم يا أريام، يوم أمس فعلا كان الاسم كتب بشكل خاطئ، نعتذر عن هذا الشيء. شكرا لك بشكل عام للمشاركة. السيد مبروك من الإمارات. طيب، معنا اتصال الآن. طيب، سنعود إلى الرسائل بعد قليل، نستقبل اتصالات. سيد عبود من كركوك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على متحالة التأكيد. نعم. والله أنا عمي مسجون إيراك مع كركوك. نعم. عبود، نص صوت التلفزيون رجاء لو سمحت، نص صوت التلفزيون. فقدنا الاتصال. مشاهدينا، لمن يشارك معنا رجاء اخفاض صوت التلفاز حتى نسمع المشارك من الهاتف فقط. عملية رفع صوت التلفاز تسبب صدى في الصوت وتأخر في إجابة أو مشاركة المتصل، وبالتالي تأخذ من وقت البرنامج ومن وقت المتصلين الآخرين. السيد مبروك من الإمارات يقول، وفي رسالة طويلة جدا، أتمنى دائما سيد مبروك أن يختصر قدر المستطاع، يقول الحكومات والميليشيات كلهم قتلة، يقتلون القتيل ويمشون بجنازة، هذا إجرام وخسيسة ليس لها مثيل، قتل، اعتقال، خطف، تهجير، إخفاء وغير ذلك كثير. يأتيهم يوم يؤخذ حق الأبرياء، يجب المناشدة للخيرين بالنظر في وضع المعتقلين في سجون الميليشيات المجرمة، والحكومات تنشغل بالصراعات السياسية ولا تنشغل بواقع الفقر والجوع ومعاناة الناس. شكرا لك يا سيد مبروك. السيدة أم عبد الملك من كركوك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، شلونك؟ أهلا وسهلا، تفضلي. أستاذ محمد، موجود مطار بلد الدولي،
نعم. مطار بغداد الدولي. منو عندك في معتقل؟ منو؟ زوجي. زوجك، نعم. اي، وهناك يعني انطاه كتاب افراج، ورا ما انطاه كتاب افراج احد من المعتقلين الموجودين جوا قام يصيح، قال هذا لا داعشي، طببوه جوا لزموه تعذيب كامل الا تاثر. اقسم لك بالله هو ما قسم بالله هو لا داعش. نعم. التعذيب صار عنده اعتراف، تعذيب استاذ محمد يعني يحطوها براسه، يحطون الكهرباء يعني احنا رحنا مره واحده كان سحان مرتيع له يعني حتى يعني والله يعني هو عنده قسم بالله كل شيء ما عنده، سووه ارهاب وحكموه اعدام، يعني هاي حكومه عادله؟ الله اكبر عليهم من حكومه. نعم نعم. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا نطلب من الحلبوسي، نطلب من الشيوخ العشائر كلهم يبطون العفو العام، يبيضون السجون. الله يوفق للحكومه تخلص التدين والسجون. اللي يفتحون عفو الله عما سلف، خلي ينطوهم ينطوهم يعني ثانيه، والله العظيم كل شيء ما عندهم. نعم يا سيدة أم عبد الملك، نتفهم هذه المشاعر ونقدر حقيقة المعاناة التي أنتم بها. أنا أشكرك للمشاركة. نعم. طيب سيدة أم عبد الملك، نتمنى هذه الرسالة تكون وصلت، وهذا الصوت وهذه الدموع وهذا البكاء حقيقة بالتأثر بسبب ظلم. يعني معتقل داخل السجن يقول أنه داعشي خلص الحكومة رأسا، بدون تحقيق بدون إثبات بدون أي شيء، جيبه وضربه واعترف على نفسك، ولما يعترف يحكم. ولا هناك قانون ولا هناك نظام، ليس هناك أي شيء من هذه الملامح لنظام عادل في العراق. ولا تلام حقيقة المنظمات الدولية عندما تصف القضاء في العراق بأنه قضاء فاسد، كمنظمة الأمم المتحدة أو منظمة Human Rights Watch التي تصفه بقضاء محطم. هذه أوصاف وصف بها القضاء في العراق لأنه قضاء ليس بنزيه، قضاء فاسد. قضاة، هناك بعض القضاة حقيقة يتأثرون بضغوطات الأحزاب، وهناك من هو تابع للأحزاب ويسير وفق نهجهم، وبالتالي يصدر هذه الأحكام زورا وبهتانا وظلما على المعتقلين الأبرياء. علاء من النجف، تفضل يا علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا علاء. حياكم الله، حياكم الله أستاذ. طبعا موضوع اليوم هو موضوع إنساني أكثر من ما هو سياسي أو اجتماعي. نعم. الإنسانية طبعا تقدم على كل شيء في هذا الجانب، وخصوصا في هذا طرف الطح الحرج. نعم، هناك في السجون العراقية من هم مظلومين ويستحقون أن يكونوا خارج قضبان السجون بأسرع وقت ممكن. وبالمقابل أيضا هناك من ارتكب ومن سفك الدماء، وهؤلاء مصيرهم أيضا حسم من قبل السلطات القضائية، لكن هناك تلكؤ في قضايا التنفيذ. هذا هو محل حديثنا، لكن اليوم محل حديثنا هو كيفية المحافظة على السجون أو على المعتقلين من انتشار عدوى كوفيد 19. نعم. وهاي القضية مهمة جدا صحيا للمجتمع العراقي، لأن اليوم السجون ما من الممكن أنه هي مو خارج إطار المجتمع، لا، أكو ناس موظفين وأكو حراس وأكو شرطة وأكو جنود تداوم هاي. سيد علاء، بخلاف موضوع انتشار فيروس كورونا في العراق، هل السجون والمعتقلات في العراق كانت على حقيقة على وضع صحي أو بوضع صحي جيد، أو يتم التعامل مع المعتقل بحالة إنسانية أو بطريقة آدمية لكي الآن نخشى عليه من فيروس كورونا؟ ما الأمراض التي توجد وكم من أمراض توجد داخل هذه السجون والمعتقلات؟ نعم أستاذ. على بلدان العالم الثالث. نعم. ولا يخفى على الجميع. نعم، تسمعني أستاذ؟ أي بس نص صوت التلفزيون يا علاء رجاء. تلي
لا تنسى استاذ احنا اليوم بلد من بلدان العالم الثالث، ولا تنسى انه بلدان العالم الثالث كيفيه تعاملها في هذا الجانب الاليه المتبعه من قبلهم في قضايا حقوق الانسان. يعني بوجهه نظري في العراق وفي كل الدول المجاوره ما عدا دول معينه هي تتعامل مع الجانب الانساني كجانب ثانوي. نعم. في ما نجد انه الجانب الاجرامي والجانب التخويف والتعذيب والى اخره. نعم. هذا يعتبر شيء اساس لانتزاع الاعترافات ولمعامله السجناء. احنا اليوم درسنا في الكتب وفي المدارس انه السجن تهذيب واصلاح لانسان او لمجموعه اناس ارتكبوا اخطاء بحق المجتمع او بحق انفسهم او بحق بلدهم. لكن هل في العراق يخرج المعتقل، هل في العراق يخرج السجين او المعتقل ان خرج ويخرج وهو تعلم التهذيب او تهذب وتم اصلاحه وتقويمه، ام يخرج مليء بالغضب ومليء بالحقد على سجانيه وعلى معذبيه ويرغب بالانتقام؟ يعني هو الخيار الاخر اللي طرحته حضرتك اللي متوفر حاليا بالمجتمع العراقي او في السجون العراقيه. نعم. من عمم القضيه؟ ماكو شيء بالمطلق، ماكو شيء بالعام، لكنه الاغلب مثل ما نقول العام الاغلب. نعم. انه جميع المعتقلين ومن يخرج من السجون العراقيه يكون مليء بالغضب ومليء بالحقد ومليء بال القضايا الإجرامية اللي تولد عنده قضايا إجرامية تجاه من عذبوه ومن ظلموه. يعني ماكو إنسان، قاعدة فيزيائية تقول كل فعل رد فعل. لا تنتظر إنه الإنسان الغربة وتهينه وتهين كرامته وبالمقابل تريده يخرج من السجن بأخلاق عالية ويعيش حياته طبيعية متكاملة. نعم. ويعيش حياته كإنسان طبيعي ويندمج بالمجتمع بصورة سريعة. نعم. لا، من المستحيل أو من الصعب جدا هذا الأمر. نعم. أنا أكتفي معك بهذا القدر يا سيد علاء، أنا أكتفي معك، كنت معنا من النجف. استمعتم مشاهدينا الكرام، لا يمكن أن يتم إهانة الإنسان، إهانة كرامة الإنسان، إهانة آدميته وإنسانيته والاعتداء عليه وشتمه وضربه وتعذيبه بشتى الوسائل وينتظر السجان أن يخرج المعتقل وهو قد نسى الآلام وقد نسى المآسي التي شاهدها وقد نسى الظلم الذي عاش به لسنوات طويلة، ويريد أن يخرج أو تنتظر السلطة الحاكمة أو السجانين ينتظرون أن يخرج المعتقل وهو إنسان سليم يندمج بالمجتمع بسرعة. بالطبع سيولد في داخله أحقاد تجاه من يحكم، سيولد داخله أحقاد تجاه من قام بتعذيبه، ويولد لديه دافع الانتقام من هؤلاء. هذه السياسات وهذه المبادئ التي تزرعها هذه الأحزاب وهذه السلطة بنظامها القمعي لن تولد إلا مزيدا من كره المجتمع وحقده على هذه الطبقة الحاكمة الموجودة في العراق. السيدة أم إبراهيم من صلاح الدين، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا؟ الحمد لله، تفضلي. هذا ابني مفقود من 2015 شهر الثالث 3/3. نعم. من 2015 ما خليت مكان. واني ادور ما لقيت. لهسار وهسا نطالب، يعني نطالب بإفراجهم، ما يخافون عليهم من هاي الأمراض، من كورونا. نعم. أنتوا تتهمون أحد يا أم إبراهيم إنه هو اللي اعتقله أو اللي قام بخطفه أو إخفائه؟ يعني جيت نازح وضلعية وهو ظل وراي على الموبايل، قالوا لي إحنا العصر إبراهيم عندنا هسا نحقق وياه ونطيش. شلون منو قالوا لك يا أم إبراهيم؟ ما أسمع صوت. قطع. العصايب. عصايب. قالوا إحنا العصايب. طيب. على الموبايل. نعم. إيه العصايب هسا نحقق وياه وندز لك إياه
ومن 2015 لهذا اليوم ماكو. ورا فترة ورا 4 شهور طلبوا علينا فدية، الفدية سجيلة ما قدرنا. هاي هم العصايب نفسهم؟ قلنا لهم يابا طلبوا فدية. هم نفسهم العصايب؟ لا غيرهم يعني من أهل غضلوعية. طيب. ردنا الفدية صارت سجيلة، بعدين قلنا لهم ندفع فدية بس تريد بنا بدية أنا والفدية بديكم، قالوا لا. تنطونا الفدية وبعدين نجيب لكم أذنكم. لا تنطون شيء يا أم علي، لا تنطون شيء يا أم إبراهيم. أعني؟ لا تنطون شيء إلا أن يعني وإحنا فاقدين فاقدين الأمل بالدولة. والله انطينا هذا بعشر أوراق وهذا ب15 ورقة وهذا والتالي هيك يطلعن بالهواء. إي. لازم يطلعن بالهواء لأن بتنطون. ما خليت مكان ما اضطريته بالعراق. رحتي للحكومة يا أم إبراهيم بالله؟ رحتي للحكومة؟ الحكومة قدمت كم مرة بمرة ما خليت صراحة. إيش قالوا لك الحكومة بالله يا أم إبراهيم؟ والله شو يقولوا لي؟ يقول والله كريم وإحنا نلقاهم حتى الحكومة رحت ببغداد بس ماكو حقوق إنسان. نعم هذا الجواب، هذا جواب متوقع من الحكومة. الله كريم، هاي الحكومة تقول الله كريم. ماكو، ما ردوا لنا كل جواب. نعم. والله نمشي وندور. نعم. على ابن جاي الدورين، ورا سنتين جاي الدورين، ورا 3 سنين جاي الدورين وعلها. نعم. والامهات ترقب. نعم. والابهات ترقب، والاخوان انا ما عندي هم بس 2، هذا المفقود وواحد عندي الزقير. نعم. الله يصبرك يا أم إبراهيم ويكون بعونكم والله يفرج عنهم، وأنا أشكرك للمشاركة. الله يفرج عنهم. طبعا هذا جواب متوقع من السلطة الموجودة في بغداد. لما يكون النظام عندك بالعراق نظام ميليشياوي حاكم، والميليشيات هي التي تقرر مصير العراقيين وهي التي تتحكم بالقرار السياسي وبالقرار الأمني بالعراق، لا تستغرب من لما تروح تلجأ للجيش أو الشرطة اللي المفروض هي واجبها وفق القانون إن هي تحميك، يقولوا لك الله كريم الله يسهل. أو أنت جاية وراء 3 سنين أو وراء 2 سنين تسألين على ابنك، مثل وزير الدفاع نجاح الشمري هو طالع يتكلم على قناة فضائية، أعتقد وربما وأجزم ولا أدري، وهذه المصطلحات، وزير دفاع يتكلم بالألغاز وفاقد للأهلية أن يكون وزير دفاع. النظام كله بالعراق يسير بهذا الاتجاه، وطبعا لا يتم الاستغراب نهائي من أذهب إلى وزارة الدفاع أي قيادات فيها أو أذهب إلى وزارة الداخلية وأجد هذا الرد. هذا الموضوع طبيعي جدا. أبو عبد الله من لندن، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا أخي محمد. أنا أقرأ آيتين من القرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. في القرآن يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذه لا. آية. وفي آية أخرى يقول ولله جنود السماوات والأرض، يعني جنود السماوات والأرض. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بين الله وبينها حجاب، يعني الله عز وجل حي يسمع ويرى. أنا برأيي هؤلاء الأحزاب الميليشياوية الذين يعني يربطون نفسهم عقائديا بأهل البيت إمام حسين وعلي، وسموا يجب نحن شعبنا العراقي من شمال والجنوب وشرقا وغربا يجب أن نفضح هؤلاء الميليشيات. الآن مثلا عصائب أهل الحق يسمون أنفسهم أهل الحق، فبأي حق يسجنون الناس؟ بأي حق يقتلون الناس؟ ما هو عقائدهم؟ احنا نلوم الميليشيات، نلوم المجرم. ليش ده يكون مجرم؟ لو نلقي باللوم على المسؤول، على الدولة، على السلطة التي بيدها القانون التي لم تمنع المجرم عن ارتكاب جرمه. احنا ليش ده نلوم الميليشيات؟ ليش نلوم المجرمين اصلا؟ ليش ما نذهب الى السلطة، الى القضاء، الى القانون، الى هاي الحكومة اللي اوهمت العراقيين انها ستبني لهم بلد قانون؟ اين القانون؟ أخي محمد دعني أوضح بعض النقاط. هؤلاء جنود الميليشيات يعني أتباع يعني أفراد الميليشيات يجب أن يعلموا أن الله عز وجل يوم القيامة إيش يقول؟ ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا. يجب أن ينتبهوا لا يظلموا الناس. عندما تقرأ الموروث الإسلامي أخي محمد، يعني إمام عمر بن الخطاب عاقب أمير والي مصر
قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتم امهاتهم احرارا. الان قيس قزعلي عندما ينطلق من منطلق طائفي بغيض يذهب يقول هؤلاء الاحفاد من اولئك الاجداد ينتخب من يعني يعذب الناس، فيجب نفضح قيس قزعلي وما يعتقد قزعلي. يعني امام عمر ماذا كيف متى الصحابه امام علي او حسين متى عذبوا الناس؟ لم يعذبوا الناس. لذلك طيب. الان الاخ الاخت ابو عبد الملك عندما صرخت اختنا الله ان شاء الله الله يحفظها ويرزقها زوجها واهلها لا، عندما تقول حلبوسي، حلبوسي مشترك معهم في الدوله، حلبوسي ايش يقدر يسوي؟ يا اخي محمد عندما هاشمي طارق الهاشمي كان يزور المعتقلين، المعتقلين يقول لهم خليكم في السجون احسن من الشارع يقتلوكم، يا اخي في داخل السجون تعذيب وفي الشارع يقتلوهم. يعني انا اشكرك يا ابو عبد الله واكتفي معك بهذا القدر. معنا السيده ام حيدر من البصره، تفضل يا ام حيدر. الو تفضل يا ام حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي انا زوجي مسجون صار له سنتين ونص. وين؟ والله هنا بالسجن مال البصره، والله العظيم يعني كنا نسولف لك على وضعي، والله العظيم اربع جهال يعني قال حاله الضيم بالقران. شنو تهمت يا ام حيدر؟ يعني بابا يصومنا يعني يصومنا لك ما تخطب، اذا طالب يعني بالعفو العام على الافراج عنه. شنو تهمته؟ والله يا اخوي هو سايق تاكسي. طيب. وصعد ويا واحد حشاك ابن حرام. نعم. يعني اتهم ترزي اتهم تهمت يعني تهمت مخدرات، رقم 5 سنوات وانشغل. يعني هو سايق تاكسي صعد ويا واحد فاخذوا زوجك وهذا الواحد. يعني شايل مادة هذا الولد اللي وياه يعني. نعم. يعني وزع فيها رزي، لكن حكم 5 أشهر وزوجي نفس الحكم. والله العظيم يعني هو يعني اللي 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 بارد. اللي شايل المخدرات انحكم 5 أشهر وزوجك ايش قد؟ لا خمس سنوات. خمس سنوات. والله العظيم يعني بريء هو والله. يعني هسه قالوا هالايام راح يصدرون على الطعام وكل شيء ماكو. والله يعني اربع جهال الله شاهد علي، لا راس لا شيعي بس رحمه الله في القران. الله يكون بعونك يا ام حيدر. انا اشكر حضرتك للمشاركه ونتمنى الافراج عن جميع الابرياء الموجودين في السجون والمعتقلات الحكوميه والميليشياويه السريه والعلنيه. نكرر اكثر من مره السريه والعلنيه، لانه في العراق هناك سجون سريه وهناك سجون علنيه، واحدة تديرها الميليشيات وواحدة تديرها السلطة ومن الطرفين. أبو جعفر من الأنبار، تفضل يا أبو جعفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي معتقل بسجن إرهاب. بسجن وين؟ بسجن إرهاب مع الرمادي. نعم. تقريبا 4 سنوات ونص. صار له معتقل 4 سنوات ونص؟ اي نعم صار له 4 سنوات ونص بالسجن. نعم. اي واحنا سيد المحافظ والاستاذ هادي الزيد. شنو تهمته يا ابو جعفر؟ نعم 4 ارهاب. 4 ارهاب. هو اي هو ما طبع سجنوا له 4 ارهاب، قبل هو هم كلها 4 ارهاب. وانت تتهم احد، تقول مثلا انه اكو طرف سلط عليكم، مخبر سري لو بدافع انتقام لو بدافع طائفي برايك؟ لا بدافع. شلون؟ ينتقمون من عندي انا. ينتقمون من عندك انت؟ ليش يا ابو حيدر؟ ابو حيدر نص صوت التلفزيون رجاء. انا بعيد عن التلفزيون استاذ. مو دا اسمع صدى صوت. ليش دي ينتقمون منك؟ شو مسوي انت؟ والله طلبوا فلوس، ما طلبوا فلوس. علي حاقدين علي على مود فلوس، اطلبوا فلوس ويصبح. نعم. هاي صارت كراهيه وحجازيه صارت هيك. نعم. دافع انتقام منك وبفلوس؟ نعم. بفلوس. اطلب فلوس كونه نريد حتى يريدوني لانه بدنا فلوس هاي. نعم. انا اشكرك يا طالب هادي الزيد. نعم. نتمنى رسالتك تكون توصل يا ابو جعفر من الانبار، اشكرك للمشاركه والله يكون بعونكم.
طيب نذهب الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نذكر هنا مشاهدينا أن خدمة الواتساب غير جاهزة أو مجهزة لاستقبال الاتصالات، هذه الخدمة فقط لاستقبال الرسائل المكتوبة. هناك الكثير حقيقة من يحاولون الاتصال بنا عن طريق خدمة الواتساب، نعتذر لهم شديد الاعتذار ونؤكد مرة أخرى أن هذه الخدمة لا تستقبل الاتصال، هذه الخدمة فقط للرسائل النصية، لأنه أخوة كثير من المتصلين يحاولون ويعتبون علينا لأننا لا نقوم بالرد على هذه الاتصالات، هي أصلا لا تصل حتى نقوم بالرد عليها أم لا. نشكر طبعا الجميع وسنقرأ الرسائل إن شاء الله بعد قليل. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو فيصل، أهلا وسهلا. تحية لك وتحية للقناة وتحية الكادرة وتحية للمشاهدين والمتصلين. والله يا استاذ محمد، بالنسبه الله يفرج اول شيء على معتقلين العراق والمخطوفين، نسال الله ان يفرج عنهم. والله يا استاذ احنا متخوفين من انشغال العالم بهذا الفيروس، عسى الله يحمينا ويحمي دولنا العربيه والاسلاميه من هذا النظام في العراق، النظام في ظل هذا النظام الذي له دوله ولا يعني نظام عصابات الذي يستخدم حتى ساحة المضاد للطائرات على الشعب. فنحن خايفين من استقلال هذا النظام بانشغال العالم لتخريب جرائم جديدة ضد الشعب أو ضد المساجين. فهذا النظام نظام مجرم، يعني لا نطالب بالتدخل الدولي، نطالب بالتدخل الدولي للعراق الشقيق من هذه العصابة المجرمة التي ترتكب الجرائم. نحن متخوفين من هذا النظام ضد الشعب العراقي لأنه نظام ظالم ومجرم. وتحية لك. شكرا جزيلا لك سيد أبو فيصل من السعودية. ومعنا السيد الآن أم فهد من بغداد، تفضل يا أم فهد. أم فهد، سيدة أم فهد تسمعين؟ أسمعك. ألو السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أنا من المدائن، أخذوا زوجي اعتقلوه من 2005. نعم. سنة واجهته بالفيروس، هو فقد ما عرف حتى هاي اللحظة، هو وأخوتي اثنين. ثلاثتهم بال 2005؟ من 2005 أخذوهم. نعم. منو أخذهم؟ واختفوا. نعم. بدأ ينقطع الصوت عند الطرف يا أم فهد، منو اللي أخذهم عفوا مرة أخرى؟ اللواء السلام اخذهم. اللواء السلام تمام. نعم. جاهم المدائن واخذ زوجي واخوتي اثنين من 2005 لحد هسه ما اعرف مصيرهم وين. نعم. جادريه طلعوهم من الجادريه، طلعتهم الامريكان وواجهناهم بالسجون العراقيه وبعدين اختفوا. وسته لحد هسه ما اعرف مصيرهم وين. شلون اختفوا يعني يا أم فهد؟ بس حتى نفهم هاي الموضوع، اختفوا شلون؟ اختفوا يعني هربوا، قالوا جت ميليشيات اخذتهم. جت ميليشيات اخذت طبت للسجن، اخذت المعتقلين وطلعوا. ما سألتوا اللي يحمون السجن انتم شنو دوركم لما تطب ميليشيات تاخذ المعتقلين وتطلع؟ يقولوا ما نعرف، والله جت بعلم الدولة اخذتهم وطلعوا. بعلم الدولة حد هسه احنا ما نعرف مصير ولدنا، واني عندي اطفال. نعم. بس رحمة الكريم وهو موظف. نعم نعم. ايه يقول احنا ما نعرف. نعم. ما اعرف والله، ظلت بس رحمة الله. ما عندي بس الناس الطيبة. نعم. اريد نعرف
زوجي واخوتي هسه هو موظف عند الدولة كان نفوق وظيفة ما تنفوق. أم فهد أنا أشكر كريم أشكرك نعم، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله يعني يكون زوجك وإخوانك بخير وإن شاء الله بإذن الله يخرجون بالسلامة، ولكل معتقل بريء دخل إلى هذا السجن أو إلى المعتقل في العراق زورا وظلما وبهتانا نتمنى لهم الإفراج ونتمنى لهم السلامة أينما كانوا. لكن مضحك حقيقة، مضحك ومبكي في نفس الوقت عندما نسمع كيف الميليشيات تدخل بعلم الدولة وتقوم بإخراج معتقلين من السجن لسجونها الخاصة بالطبع، أو ربما يعني نتمنى السلامة للجميع ولا نريد أن نكون متشائمين، لكن ربما نفذ بهم حكم إعدام أو غيره، وبعلم وبمشاهدة ووقوف حراس السجن والمسؤولين عنه من الجهات الحكومية يتفرجون ولا يستطيعون التدخل. هذه هي الكارثة في العراق مشاهدينا الكرام، هذه أصل الكارثة، هي نظام قضائي فاسد وانتشار ميليشيات وغياب القانون الرادع لكل منتهكيه ولكل من تجاوزوا الخطوط الحمراء بالاعتداء على القانون وعلى الإنسان. من معنا الآن؟ السيد رضا من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك حبيبي؟ كيف شعب العراق؟ الله يسلمك، حياك الله يا رضا، تفضل. حيك. نعم. نعم يا رضا، تفضل. احنا بنشارك بالدعاء لكم والشعب كل الثانية. نعم. واحنا معكم ومع قاع الشعب الدول العربية. شكرا جزيلا لك يا رضا، وهذا هو المرتضى المنتظر من الشعوب العربية ومن الأشقاء العرب حقيقة، هذه المساندة وهذا الدعم الذي يدعمون به العراقيين. نتمنى طبعا من الدعم هذا ومن هذه المؤازرة والمساندة أن تكون أكثر فعالية، لكن مع هذا هذه الاتصال وهذه الأصوات حقيقة تبعث بأمل وتعطي بريق أمل للعراقيين في الداخل أنهم ليسوا وحدهم في هذا الصراع. نكتفي بهذه الاتصالات، وفيما تبقى من دقائق نستقبل الرسائل الواردة. في رسالة لدينا من محمد الأنباري يقول: السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ الحل الوحيد هو إزاحتهم مع ميليشياتهم خارج الحدود، وبالنسبة للمعتقلين والأبرياء لم يتجرؤوا على إطلاق سراح المعتقلين إلا بأمر من أسيادهم في إيران. في رسالة: أرجو إطلاق المعتقلين في سجون العراق وهم أبرياء، وكل دول العالم أطلقت سراح المعتقلين حتى إيران. أبو زينب العبيدي شكرا لك. مساء الخير على الجميع، أنا يوسف من الموصل، أخويا مسجون صار لسنة وما نعرف عنه أي شيء، ونطالب بالعفو العام لأن كل شيء ما عندهم، كل المعتقلين مظلومين وأشكرك. الحجية أم أحمد تقول بعد التحية: أنا من محافظة ذي قار، نطالب بالعفو العام عن المظلومين وأكثرهم مظلومين، نطالب الشرفاء بالعراق أن ينقذوا السجناء من المرض. في رسالة لدينا يقول أحد المشاركين، أرسل مقطع ويقول: هذه معاناة السجون العراقية حصريا للرافدين، أتمنى تعرضوها. شكرا لك، سنشاهد المقطع وسنقيم، أشكرك للمشاركة. في رسالة حسين من الناصرية: نطلب من الحكومة العفو على هاي الشباب. في رسالة يقول أحد المشاركين: يا أخي ليش ما تردون؟ يا أخي الاتصال ممنوع، ما غير مسموع، غير متاح بهذه الخدمة، يعني الجميع نكرر يا جماعة الاتصال غير متاح بالواتساب. يقول: أنا عندي أخ مسجون إعدام وكل شيء ما عنده، وإحنا بالموصل نطالب بالعفو العام والعفو أن يشمل 4 إرهاب، لأن السنة كلهم من التعذيب مسويهم 4 إرهاب. في رسالة لدينا: السلام عليكم، طارق من صلاح الدين، أطلب بالإفراج عن المعتقلين من السجون، وأخوي مفقود من تاريخ 3/3/2015. في رسالة أحد المشاركين يتصل كثيرا حقيقة ويقول: السلام عليكم، الحكومة تقول خليكم بالبيت لا يصير بيكم فيروس كورونا، كثير يخافون على الشعب، كافي تشذب السجون مكتظة، والله إذا صار بيهم فيروس أو ماتوا الحكومة ما تقول يتكتمون على الشعب، حسبنا الله ونعم الوكيل.
شكرا لك للمشاركة. في رسالة لدينا، السلام عليكم، ممكن أدخل بالخط؟ أنا مثنى من الموصل، أريد أحكي بالموضوع. كنت اتصلت يا مثنى. في رسالة لدينا، السلام عليكم، أبو محمد من صلاح الدين، أقول للعراقيين أن الذين يحكمونكم ليس منكم إلا كيف إلا وإلا كيف يهجرونكم من دياركم ويخطفون أبناءكم ويحللون أموالكم ويقتلون المتظاهرين. شكرا لك يا أبو محمد. في رسالة، السلام عليكم، أنا المواطنة رواء سعود، أنا أمي معتقلة بالبصرة وأخوتي اثنين بالناصرية من 2014، ومن التعذيب اعترفوا شيء ما صاير، والله أمي كبيرة بالسن وأمراض مزمنة. لا إله إلا الله. في رسالة، السلام عليكم، السجون العراقية أصبحت صفقة للأحزاب ومقاولات يتاجرون بها. أكثر المظلومين بالسجون العراقية، ماكو لا قاضي ولا ضباط تحقيق ولا محقق يخاف الله. العراق والشعب مبيوع وقضيته مبيوعة، حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا لك يا مشارك. معنا رسالة، ممكن تقرأون رسالتي، أخذكم العلوية، تقول السلام عليكم، عيني احنا عندنا سجين انحكم ظلم وحكم عليه اعدام ودعوة كيدية، بصموه على اعتراف مو إله وبالإكراه والتعذيب، بصم ودخلوه للقاضي، قال له مو اعترافي، والقاضي قال لهم تعالوا عذبوه قدامي حتى يعرف شلون ينكر، وبعد شنو اللي بيده؟ حكم اعدام. نطالب بالعفو العام عن السجناء ونريد شمل فقرة الأربعة إرهاب. طبعا رسائل كثيرة واردة، نعتذر عن من قام بإرسالها، ووصلنا إلى ختام الحلقة. طبعا هناك برنامج صوتكم كذلك مشاهدينا الكرام، هو يعرض يوميا ويبث في الساعة 10:05 بتوقيت بغداد، بإمكانكم أن تشاركوا من خلاله، وأيضا سيكون هناك فترة لقراءة الرسائل. نشكر الجميع ونعتذر عن من لم نستطع أن نقرأ رسائلهم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.